السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على الفيفا 16، سوا نتقابلوا بعد الانترو ان شاء الله. من شنو تتكون الفيفا 16 عام السنة؟ سو ناكد لكم اللي فيفا 16 باش تكون 60% فيفا 15 و 40% فيفا 14. علاش حاطر الفيفا 16؟ باش تعتمد بالباهي على البيس، اما مع انه نقصولها برشا في الفيتاس متاع الجو، وهذه حاجة رماركابل على الاخر. ثاني حاجة هي الهيدينج، واللي ولا اوبي على الاخر كيما كان عامل فيفا 14. سو هذاك علاش قلت لكم اللي فيفا 16 باش تكون ميكس ما بين لي دو جو. سو اهم حوايج لاحظتهم في اللعبة عام السنة، بالطبيعة في الديمو والحوايج هذه تنجم تتبدل، اما مش في السير، حاطر باللي رينا العوام اللي فاتت عمرها ما يبدلت حاجة في الديمو الا ما يهبط باتش بعد شهرين ولا 3 شهور. سو اهم حاجة تبدلت في الجو هي الفيتاس كما قلت لكم، واللعبة نقصت برشا معناتها الفيتاس متاعها، ولا الهجمة تتكون في الويد اكثر، تتكون تطبق الهجمة تتطلب وقت اكثر، لكن وليت اسهل اللعبة، وسيرتو الشوتينج ولا اوبي على الاخر، وتنجم تشوت تقريبا من اي بلاصة تحب عليها. وبصفة عامة باش تدخل، حاطر الجيلان حسب رأيي زادوا بهم ومش زادوا تحسنوا، واللونج شوتس باش يكونوا كيما عملناو اوبي على الاخر. وحاجة لاحظتها وأثرت عليها شوية هي كيف كتأيمي، معناتها لازمك تنزل أكثر على السكوير باتن باش معناتها تأيمي أكثر باش توصل للثري بارز باش تعبيهم وتشوت اللونج شوت متاعك مريقلة. سو كان تحبوا ديجا تيتو كيف تعملوا لونج شوتس فيفا 16، حطوا لي كومنتار وإن شاء الله في أقرب وقت نهبط لكم التيتو اللي تحبوا عليه. ثاني حاجة لاحظتها هي انه الهيدينج كما قلت لكم اوبي على الاخر، اللي اوبي مش الكروسينج، خاطر الكروسز مش الكل يجيو في الراس نتاع لاتاكون، اما في صوره ما الكروس وصلت للراس نتاع لاتاكون صدقوني باش تكون 90% ولا حتى 95% بونتو. وجوارات كيما اغويرو واللي معناتها ما عندهمش هيدينج طياره، هيدينج متوسط نقولوا، يماركيو فاسيلمون اذا كان الكروس جات في راسهم بالضبط. سو معناتها اللي اوبي الهيدينج مش الكروسين. ثالث حاجه باش تكون اوبي على الاخر هي الفينيش شوت، وجوارات كيما ميسي معناتها اللي تيحوا فاسيلمون في الدرافت، واللي الحمد لله معناتها كنا معناتها نجمو ما نجربوهم فاسيلمون تو بالديمو. جوارات كيما ميسي ولا ازار معناتها فاسيلمون تيرون فينيش نتاعهم تكون بونتو، وهذه حسب رايي باش تكون اضافه كبيره فيفا 16، خاطر في فيفا 15 التيرون فينيس ولا الفينيس شوت ما هيش اوبي على الاخر، اما تدخل اما السناب بالحق حاجه اوبي على الاخر. بل ما يوفى الفيديو حبيت نوريكم سيت جيمانيا بونتين اللي حسب رايي واحد من احسن لي سيت اللي يبيعوا لي جو في تونس. السيت هذا يوفر لك لي جو ديجيتال اللي تحب عليهم، وحتى كان ما قيدش الارتيكل اللي تحب عليه تنجم تحكي مع السيرفيس نتاعهم وان شاء الله يوفروا لك الارتيكل نتاعك ويدخل للسيت. لوفر نتاع البيريود هذيا هو The Last of Us Remastered على البلاي ستيشن 4، واللي عملوا له تخفيض قيمته 75%، ولا سوم اللعبة 39 دينار، وزادت تنجم تزيد تطيح في السوم كي تستعمل الكود احمد كابو، وان شاء الله باش يطيحوا لك 3% من سوم اللعبة. سو كان عجبك الفيديو اعمل لايك، كان ما عجبكش اعمل ديسلايك. حط لي زيدي كان تحب تعاوني باش نطور الفيديو في الكومنتس. كان معكم احمد كابو، ما تنساش تعمل سبسكرايب. باي باي.